أما هلأ ميسان، وبعد ما تابعنا أهم النصائح للطلاب باستثمار الوقت بمتابعة التعليم، خلينا نعرف أهم الأساليب اللي من الممكن الأهل يتبعوها مع أبنائهم. مع ضيفنا لليوم الدكتور أنس حتاحت، استشاري تربوي وأسري. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. دكتور، يمكن احنا هلا بمرحله انه عم تصير حاله ضوجان بالبيت، فينا نقول الام ضاجه من الاولاد والاولاد ضاجين من القعده بالبيت، في حاله من التوتر بتصير انه علينا درس، علينا شيء لازم نتابعه، لكن الاطفال مو من السهل اقناعهم بهذا الموضوع. اليوم نحن شو هي ابرز الاساليب يلي بيقدروا يتبعوها الاهالي لترغيب اطفالهم بمتابعه التعليم خلال هي العطله يلي هن موجودين فيها بالبيت؟ طبعا ضمن العائله او ضمن الاسره الصغيره دائما وقت نمرق بظرف ما لازم الاطفال يكونوا مطلعين على هذا الظرف، مو بكل تفاصيله لكن باغلب هالتفاصيل هي تكون موجوده عند الاطفال. لانه سياسه خلينا نقول تصرف العائله، سلوك العائله بهالفتره هي رح يكون على اساس هالظرف هذا. وتلاقي الطفل يلاقي انه في شيء تغير بقلب اسرته، بقلب بيته، وما بيعرف شو السبب، هالشيء هذا بيطرح عنده تساؤلات كثير، والتساؤلات هي اذا ما كان لها اجابه عند الاهل رح يدور عليها برا على النت او على طرق التواصل الاجتماعي المختلفة. لذلك الأهل هون دورهم كبير كثير إنه يشرحوا لأطفالهم شو في هلأ عنا هالظرف هذا، وهذا الظرف طبعا عام وليس ظرف خاص. نحن دائما خلينا نقول إنه بأي ظرف تمرق فيه الأسرة لازم الطفل يكون يعرف فيه كثير أو تفاصيل كثير مهمة لهالظرف هذا. شلون إذا كان ظرف عام علينا وعلى غيرنا؟ الأطفال كلياتهم قاعدين هلأ بالبيوت عم يتساءلوا ليش ما عم نحسن نطلع، ليش ما عم نحسن ننزل على الحديقة اللي كنا ننزل عليها كل يوم، ليش ما عم نطلع نلعب مع أصدقائنا مثلا حتى بجيراننا بأهل البناية، ليش ما عم نروح لعند رفقاتنا بالمدرسة، ليش المدرسة لهلأ مسكرة؟ في كتير أمور التساؤلات هي ما عندهم إجابة إلها، حتى لو كانوا عم يشوفوا على التلفزيون مثلا إنه هلأ في فيروس كورونا، في مشاكل عالمية، العالم عم يتصدى لهالفيروس هذا، لكن هالشيء هذا ما بكفي نحن ليش هيك عم يصير عنا. بداية لازم الأطفال يعرفوا شو عم يصير بهالوقت هذا. ثاني شيء الجيل اللي دائما نحن بنلاحظه بأي بداية إجازة، الإجازة الصيفية أو الإجازة العطلة الانتصافية، بنلاحظ دغري بصير خربطة بنظام اليوم، بصير في تأخير بالسهر، استيقاظ متأخر، هالشيء هذا بيقلب الساعة البيولوجية عند الطفل، ما بيقعد في عنده تنظيم، وقت بيكون هو بالمدرسة الطفل صار في عنده تنظيم خلينا نقول إجباري، لأنه عم يفيق بوقت محدد، المدرسة لازم يكون صحيان فيها طول فترة الدوام، رح يرجع على البيت في عنده وجبة الغداء، في عنده الدراسة، اليوم كلياته منظم تقريباً، لكن هلا بسبب هذا الظرف وطبعاً الإجازة هلا بأولها خلينا نقول صار لها مثلاً أسبوع أو عفواً ثلاث أسابيع بنلاحظ انه صار في خربطه بنظام المعيشة بالبيت. هالشيء هذا بيؤدي انه لا ما عاد في وقت دراسه، ما عاد في وقت لانه تقعد الاسره مع بعضها، كل شيء بده يتخربط مع الاهل. ما في تنظيم للوقت ابدا، يعني تماما الكبار والصغار، ان كانوا الاب والام او الاطفال او الشباب. لذلك تنظيم الوقت هو هلا كثير مهم قبل ما نحن نبلش نقول والله انه شلون بدنا ننطلق للمرحله الثانيه اللي هي يتعلموا او يدرسوا تماما بأهل. ان كان دراسه على فكره دراسه المواد اللي راحت عليهم او اللي صار فيها تقصير او التعلم بشكل عام او التعليم بشكل عام والثقافه. لذلك بهمنا كثير هلا اول شيء نحن ننظم وقتنا، اقل ما يمكن هو انه نحدد وقت النوم، لانه اللي عم يصير انه بما انه بكره ما في عندنا شيء بنضل سهرانين، لا ما هذا 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 كلام خطا. لازم يعرف الطفل انه احنا لازم يضل النوم بكير لحتى كمان هالشيء هذا يساعده على النمو وما يتغير يمكن حتى يعني طبيعه حياته بشكل عام للشيء الاسوء. اكيد طبعا بهذا العمل كله بده ياثر عليه. طيب دكتور، اكيد في عندنا مراحل عمريه مختلفه وكل مرحله لها طريقه معينه بالتعامل، يعني خلينا نقول الاعمار الصغيره طريقه تعاملنا معهم بالبيت حتى طريقه شرح لهم شو هو هذا الفيروس وكيف بدنا نتعامل معهم غير اللي شوي اكبر اللي مثلا مستوى الوعي عندهم
ممكن يكون مختلف وإدراكهم للأمور. خلينا نبلش مع الأعمار الصغيرة وقدامهم يمكن ندخل لهم هذا الشيء عن طريق خليني أقول شيء هيك مسلي مثل الألعاب التعليمية وغيرها. تمام. الأطفال الصغار بيحبوا ياخذوا أي معلومة بطرق مختلفة عن الإعطاء المباشر. لذلك بنلاحظ إنه مثلا الطفل حتى الدرس بدراسته بيحب إنه مثلا والدته ترسم له الدرس رسم حتى يتفاعل معه أكثر ويدخل المعلومة لعقله بشكل مبسط جدا. حتى هلا هذا الموضوع كمان يفضل مثلا يكون عن طريق اللعب، عن طريق من ألعابه الخاصة اللي هي عنده إياها بالبيت، توضح له والدته أو والده شلون شو هذا الكورونا، شو الأساليب الوقاية، شلون نحن لازم نتعامل مع هلا بهالفترة هي مع نحن داخل البيت ومع الأشخاص اللي بنعرفهم خارج البيت، نفهموا كل هالتفاصيل هي بشكل مبسط جدا، إن كان عن طريق اللعب أو عن طريق الرسومات أو عن طريق قصة مثلا. هالشيء هذا بيساعده على تفهم المعلومة بشكل بسيط. طبعا الأطفال الأكبر لا، نحن بنقول لهم المعلومة بشكل علمي، لأنه إذا ما أخذها الطفل مثلا خلينا نقول اللي أعماره من فوق العشر سنوات أو لل 15 سنة، هدول الأطفال إذا ما أخذوا المعلومة بشكل علمي تماما ما بيقتنعوا عليها برا، ما بيقتنعوا، بدهم شيء مقنع أكيد يقتنعوا فيه. اليوم نحن قلنا لأطفالنا شو هي المرحلة اللي نحن فيها، وضحنا لهم نحن ليش موجودين بالبيت، نحن ليش قاعدين بالبيت، مثل ما قلت حافظنا، حاولنا نحافظ قدر المستطاع على نظام الوقت اللي هو أهم شيء لازم يكون موجود لحتى نقدر نخطي الخطوة الثانية بالتعلم، لحتى نستمر بالعملية التعليمية داخل المنزل. بعد ما نظمنا هذا الوقت، كيف هي الطرق التعليمية؟ خلينا نبلش بالعمر الصغير. في التعلم عن طريق اللعب، وهو هذا التعلم بمرحلة معينة كتير إيجابي. خبرنا عن هاي الطرق كيف بتكون، ومن أي عمر لأي عمر بيتم التعامل مع الأطفال فيها؟ بالأعمار الصغيرة طبعا إحنا الألعاب الهادفة بتساعد كتير على التعلم بشكل سليم، لذلك هون بيلعب أكبر دور بالأسرة هو الأب والأم، يكون في موجود هالألعاب هاي موجودة بالبيت أو هن يخلقون طبعا يخترعوها اختراع من قلب الموجودات بالبيت لحتى يساعدون على التعلم. طبعا يمكن نحن بهالفترة هاي نحسن ندخل المنهاج اللي عم ياخده الطفل بالمدرسة عن طريق هاللعب هذا بشكل بسيط جدا، لأنه طبعا الطفل قد ما كان حس إنه في ظرف خاص هلا نحن عم نمرق فيه ولازم نحن نلتزم ولازم هالأمور هي كلياتها، لكن عنده كمان شيء ثاني إنه أنا هلا بإجازة والإجازة ما فيها دراسة، لذلك بيحاول على طول يهرب من الدراسة، وقت نحن لا بنرجع له إنه أنت لسه في عندك لسه الامتحان ما صار والامتحان حيصير، لازم نذكره طبعا لازم حتى يعني نحسسه بالالتزام والمسؤولية إنه نحن في عندك دراسة لازم تدرس، والدراسة هي لازم تكون على فكرة متباعدة وليست متقاربة، يعني ما نحطه مثلا ثلاث أو أربع ساعات مع بعض انه هلا وقت الدراسه، هالشيء هذا بيخليه ينفر، لذلك نحن بنساهم بهالشيء هذا بانه يكون في تباعد بين اوقات الدراسه لحتى يحس حاله الطفل انه هو يعني بالبيت وبالمدرسه وعم يدرس وعم يلعب، هالشيء هذا بيساعده على انه ما يمل وما يكون في عنده نفور من الدراسه. بالاعمار الاكبر لا، نحن مختلفين شوي عن طريقه التعامل مع الاطفال الصغار، لانه الاعمار الاكبر اولا هو في عنده الوقت الصباحي هذا وقت الدراسه ومخه متبرمج على اساس انه هالوقت هذا هو وقت الدراسه، لذلك نحن لازم نحافظ عليه كاهل. هالشيء هذا بيساعدنا على انه هالفتره هي نحن نستثمرها دائما بشكل سليم كامله بالدراسه. هالشيء هذا بجوز يكون من خلال نحن نمشي بالكتب او بالمنهاج شوي لقدام من خلال المنصه الالكترونيه اللي طرحتها وزاره التربيه، هالشيء هذا بيساعد دائما على انه نكون نحن دائما ماشيين بشكل سليم ومتسلسل، اما انه نترك هالشيء هذا بيخلي خمول بالدماغ بالعقل، الطفل بمل بسرعه ما بيقعد بده يتابع هالدراسه هاي بوقت الصباحي، نحن لازم كاهل نحافظ على هالشيء هذا، كثير مهم انه يا اطفالنا نحن هلا مو باجازه، نحن هلا بوقت استثنائي لكن نحن ضمن الوقت الدراسي نفسه وفي امتحان باخر العام، هالشيء هذا على طول وقت يكون موجود عند الطفل بضل محفز له انه انا بدي ادرس وبدي اتابع شو عم يصير معي. بالاعمار الكبيرة
كبيره طبعا بنحسن نقول مثلا مثل الشهادات التاسع والبكالوريا، هلا فرصه لهم هن قاعدين بالبيت قاعدين عم يدرسوا عم يتابعوا دراستهم والمقرر اللي هن هون يمكن عندهم حالهم خايفين وعندهم مسؤوليه. سلمى صدقا في رعب بتحسي للحظه من اللحظات انه هي شيء مفصلي بحياتهم؟ اكيد طبعا طبعا، يعني وخصوصي انه هن هلا صار في عندهم فرصه انهم قاعدين بالبيت يعني بيحسنوا ينظموا وقتهم بشكل سليم، ما يكونوا عم يضيعوه بالفوته والطلعه مثلا، وفي عندهم امور ثانيه بدهم يقوموا فيها. لا هلا مثل كانه من اللي نحن عندنا اياه مثلا شهر الدراسه قبل الامتحان النهائي، لا هلا اطول شوي، لكن بالحقيقه نحن بنحسن نستثمر كاهل نساعد اهل اطفالنا بترتيب برنامج معين حسب كل طفل بقى اللي بيحب المواد العلميه بنكتر له منها على حساب، يعني هالشيء هذا بيساعد على تنظيم هالبرنامج هذا، والطفل بيلتزم فيه، الشاب بيلتزم فيه، طلاب الشهادات الثانويه كمان هلا هن عندهم فرصه كبيره انه هن يحسنوا يدرسوا اكثر، يجمعوا علامات اكثر، هالشيء هذا محفز لهم طبعا، طبعا طلاب الجامعات نحن ما بنقول لهم يدرسوا، هن لحالهم بيعرفوا يدرسوا وهن قادرين على انه يعرفوا ايمتى الصح وايمتى الخطا وايمتى بيحسنوا يكونوا هلا وقت الدراسه وهلا وقت الراحه. بس بيبقى المتابعه يمكن اكيد طبعا، بس الكنترول يكون لازم من الاهل دائما باي مراحل من المراحل العمريه للاطفال والشباب، واذا ما كان في كنترول من الاهل رح يكون في فرق بين الاب والام واولادهم، هالشيء هذا حيخلي ما يكون نحن عم نعرف ابننا لا شو عم يدرس لا شو عم يفكر حتى. لذلك كثير مهم نحن دائما يكون في عنا متابعه لطفلنا لابننا لابننا الشاب ان كان شهاده ان كان جامعه، لكن نعطيه شويه مساحه من الحريه، هالمساحه هي حتى يحسن يتحرك هو برياحه، لانه في ضغط عام، في جو عام مضغوط، قاعدين كلياتنا بالبيت، في امور كلها تتغير على نظام الاسره كله تغير. اكيد هذا اللي كان بدي اسالك عليه دكتور. صراحه يعني حكيت عن اهميه الدراسه هلا للشهادات الثانويه وغيرها، ولكن يعني بالعموم الاشخاص متعودين كانوا الدراسه يكون جو هادي، اطلعوا برات البيت، خلي اخوك يدرس، اختك تدرس، لا تزعجوهم، هلا المجبورين الكل يكونوا موجودين تمام. وهون يمكن دور تفعيل الشراكه شوي مع الاهل، يعني عم نشوف في على مواقع التواصل الاجتماعي صاروا يعملوا جروبات الاهل مع الابناء لحتى يشوفوا شو الدروس اللي عم يدرسوها مع اساتذه المدرسه طبعا. وفي كثير اساتذه صارت تعمل تصليح للطلاب لحتى تشجعهم يبعثوا لبعض. نحكي عن هذا النوع من اللي صرنا هلا عم نشوفه اللي هو التعليم التفاعلي ولكن بمرحله اكبر، ما عاد مثل زمان دراسه عبر الاونلاين بس اللي بده يتعلم بفوت على الانترنت، هلا صار مفعل بشكل اكبر. خلينا نحكي عن هي الشراكه وكيف فينا ندخل هذا العالم بشكل مزبوط. تمام، هي نحن نتاقلم مع الظرف اللي نحن بنمرق فيه، التاقلم لازم يكون داخل الاسره هي بدايه، ثاني شيء مع المدرسه، طبعا المدارس مشكوره طبعا هي وهذا ضمن نطاق عملها انه عم تكون متابعه لكل اطفالها ولتلاميذها وطلابها ضمن البيت من خلال متابعه الاستاذ نفسه مع الطلاب صفوا مع الأهل، عم يتابعهم بجوز حتى عم يتقدم بالمنهاج بشكل طبعا أبطأ من إذا كانوا طلاب مداومين بالمدارس، لكن هالشيء هذا عم يصير وهالشيء هذا عم يساعد على أنه يضل في تواصل بين الطالب وبين المدرس وبين المدرسة من خلال بجوز فيديوهات، بجوز من خلال جروبات على الواتساب، من خلال اي وسيله تواصل. او نقعد معهم كمان وقت فتره الدراسه يعني نشوف كيف عم يدرسوا كيف عم يتواصلوا مع الاستاذ. تمام، يسالوه عن اي امور ما عم يعرفوا يحسنوا يتخطوها، هالشيء هذا كثير مهم انه يكون هلا عم يصير، هو عم يصير بكل المراحل العمريه على فكره، يعني ان كان الاطفال صغار عم تكون المدرسه متابعه لاطفالها وهن ببيوتهم، للي اكبر للشهادات حتى. هذا الشيء كثير بيساعد على انه الطفل يكون مرتاح وهو عم يتقبل المنهاج وعم يدرس وعم يتقدم فيه. هون كمان بنرجع بنقول كمان دور الاهل كثير مهم، لانه الاهل دائما هن اللي بيحفزوا وهن اللي بيصبطوا وهن اللي بيحبطوا وهن اللي بيساعدوا اطفالهم على التقدم. وقت نكون نحن عم نحكي معهم بطريقه سلسه، ما فيها اجبار، ما فيها ضغط، ما فيها انه لازم تلحق، ما فيها انه الامتحان هلا بيجي الامتحان وانت مالك دارس شيء، هالشيء هذا كلياته خطا، لازم يكون في عنا مثل ما نقول دائما ساعه للعب وساعه دراسه ننظمها بشكل سليم 100% اللي هي ثلاث ارباع الساعه، يعني اي ساعه دراسه هي تكون ثلاث ارباع وليس
ساعة كاملة مثل الحصة الدرسية تماما. الحصة الدرسية بالمدرسة هي 3/4 ساعة، كمان نحن نحافظ على انه تكون بالبيت كمان الحصة الدرسية اللي بده يدرس فيها الطفل. ليش؟ او الشاب، لانه الدماغ بيتقبل المعلومات لحد 3/4، لحد 45 دقيقة، بعد 45 دقيقة بيبطأ هالتقبل هذا، لذلك نحن نعمل استراحة بسيطة بعد 3/4 ساعة، 45 دقيقة، 5 دقائق او 10 دقائق، اي شيء بيحسن يساوي. طبعا بالمراحل العمريه الصغيره مثل ما اتفقنا يكون في تباعد بين الساعه الدراسيه والساعه اللي بعد منها، يكون في فاصل انه يحسن يقعد يلعب او انه هو بيكون مشغول باله، مثل ما بنرجع يروح على لعبته. تمام، بده يرجع على اللعبه اللي هي انحرم منها انه بده يقعد يدرس. لا، وهو عنده فكره مسبقه انه انا وقفت المدرسه معناتها انا هلا باجازه، يعني لازم ما ادرس. هالشيء هذا كلياته بيجي بالعقل الباطن، ردود افعال. لذلك نحن نحافظ على هالشيء هذا ونساعده على انه يتخطاه بسرعه. هالشيء هذا بيصير من خلال انه نحن نعمل دراسه 3/4 ساعه، نعمل راحه طبعا حسب الفئه العمريه اللي عم نتعامل معها اطفالنا. هالشيء هذا بيساعدهم على انه ما يكونوا متضايقين. عندي 3/4 ساعه لحاله العقل الباطن بيعطي انه انا بعد 3/4 ساعه بيرتاح، بدي اقوم. يعني بيقولوا انه كانوا يقولوا لنا ونحن عم ندرس بالبكالوريا انه لازم الاساتذه يقولوا لنا حتى لو قمتوا شربتوا مي واكلتوا اي شغله ورجعتوا، المهم انه ما تضلكم قاعدين. تمام، يعطي فاصل هي القعده. طيب ذكرت حضرتك، انا بدي ارجع شوي للاعمار الصغيره اللي مثل ما قلت انه هن مبرمجين انه لا نحن اللعبه الدراسه عم تسرقنا من اللعبه، عم تسرقنا من التسليه. هون دائما الاهل عم تصير عندهم رده فعل، يمكن عم بيعصبوا شوي على اولادهم، او بصير انه والله ابني ما عم يعرف يدرس، والله عم عذبني. هون نصائح للأهل لحتى يعرفوا يتعاملوا بطريقة سلسة مع هذا العمر، يجيبوا أولادهم على الدراسة بطريقة معينة، إن كان تحبب الأولاد بالدراسة ما تنفرهم منها للأعمار اللي يكبروا بعد شوي. تمام، الحقيقة هلا مثل ما أجى بالتقرير إنه صار في عنا وقت، كنا قبل بالفترة السابقة انه على طول مشغولين وشغلنا كثير عم ياخذ من وقتنا، ما عم يضل وقت للعائلة. هلا في عنا وقت، هالوقت هذا لازم نحن نستثمره مع العائلة، مع عائلتنا، لانه نحن قاعدين ضمن البيت هلا مع اطفالنا. لذلك حتى نبني هالعلاقة هي بشكل سليم، اول شيء لازم نبنيها عن طريق اللعب. يعني الام عندها وقت هلا جيد، هالوقت هذا تستثمره مع طفله، تقعد تلعب معه، تشوف شلون بيلعب، شلون يفكر هو عم يلعب، شلون بيلعب بطريقه صح ولا بطريقه غلط، عم يكتسب معلومات صح ولا عم يكتسب معلومات غلط. هالشيء هذا بيبني علاقه جيده بين الام وطفله. ثاني شيء بننتقل للدراسه، وقت الام عم تقعد معه بفتره اللعب صار يتقبل منها الوقت تبع الدراسه كمان بشكل كثير حلو. لذلك نحن الام لازم تفكر بهالطريقه هي، بالاستراتيجيه هي، انه انا بقعد مع ابني وقت اللعب وبعطيه مجال انه يلعب قد ما بده، هو هلا فتره اجازه، هو هيك عنده اياها بالعقل الباطن. بننتقل لوقت الدراسه حيتقبلها وحيقعد معها وحياخذ معلومات منها بشكل كثير مبسط وسهل وسليم، ويكون هو كثير حابب انه يقعد هالقعده هي. نرجع نعمل وقت مستقطع ثاني للعب. كمان نحن لازم نقسم اوقات الطفل بهالعمر هذا لثلاث فئات، اللي هي الدراسه واللعب والثقافه العامه. كمان كثير مهم انه نحن هلا عندنا فتره جيده لحتى نقعد مع ابننا، هالفتره هي نحن بنحسن نوصل له معلومات صحيحه سليمه مضبوطه عن اي امر، ان كان هلا عن موضوع فيروس كورونا او عن اي موضوع ثاني. هالشيء هذا بيساعد على انه نحن نبني فكر الطفل بشكل سليم. ما في عندنا اي مصادر اخرى لاعطاء المعلومات، نحن هو المصدر الوحيد بالنسبه لابننا، الشيء الاساسي والموثوق تماما. لذلك نحن كثير مهم انه نحن نحاول نحن ندور على ثلاث مراحل، هدول الثلاثة، مو بس نحن درس دراسة ولعب بغض النظر ان كان عشان يتقبل مننا كل شيء. اكيد طبعا، أكيد. وكمان خلينا نضيف عليهم واحدة رابعة، اللي هي نستثمر وقتنا مع اطفالنا بهلا بهالفترة هي بأي شيء. يعني بجوز يكون اي شيء خلينا نقول بيننا وبين حالنا هذا الشيء تافه وما بنساويه نحن بالعاده وما في داعي نساويه، لا هلا وقته انه نساويه لحتى يكون الوقت اللي يمرق. هو طبعا هي فتره هي الجائحه، قد ما طولت او قد ما قصرت هي فتره ورح تنتهي، ولذلك خلينا نستثمرها بشكل سليم نحن بالنسبه لنا. يعني نصائح متعدده قدمت لنا اياها اليوم دكتور انس، بدنا نشكر وجودك معنا، ان شاء الله يا رب الكل يكون استفاد من فقرتنا. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك دكتور وللمعلومات اللي قدمتها. يعطيكم العافيه، شكرا كثير.